سديت حلقهن. شنو قامن يبكين هنا الاطفال؟ اي قامن يبكين بعد من طلع مشى سريع. قامن يبكين سيدي، سديت حلقهن بعدين سكتن عفتهن. توجهنا وين؟ للبيت بالتجاوز. بعد ما توجهنا للبيت بالتجاوز طبق فتح الباب وانا حولت اسوق. بعد ما حولت اسوق من فتح الباب طببتها التيك تيك ونزلت، نزل البنات المتهم الموقوف وياي. قفلت الباب كمت رحنا طببناه، هو طبب وحده وانا طببت وحده. سيدي للغرفه الاخيره سويتوا لهن؟ طببناهن، وحده وقفت بالزاويه والثانيه قال لزمها خلنا اربطها. لزمتها سيدي ربطها، كمل من الربط جبنا الثانيه هم ربطناها، ربطناها خلى علاقه براسها. يعني ما قامت تبكي هاي؟ اي سيدي قامت تبكي. من بعد ما شديتوهم البنات وعفتوهم البيت سويتوا؟ توجهنا للقهوه. بعد ما توجهنا للقهوه بقينا قاعدين نكنك، ويا ما جاي نرجع كتب الكتابه اللي اساوم بيها سيدي. من اللي كتب لك اياها؟ اللي كتب لي اياها الموقوف وياي ابن عمي. كمل، ايش كتب لك؟ كتب لي يعني اساومهم بمليار دولار. بعد ما كتب لي اياها رجعنا للبيت، دزينا البصمه. شلون دزيت البصمه؟ دزينا البصمه يعني رجعنا بالتكتك احنا، ورجع السياره، قلنا له يرجع السياره. بعد ما رجع السياره، بين ما يرجع السياره انا دزيت البصمه. ايش طلبت بالبصمه؟ طلبت مليار دولار. وجاوبوك عليها؟ جاوبون عليها. من اللي جاوبك؟ أول البنات. زين ايش راد؟ ايش قال لك؟ قال له مروتك على كيفك ويانا، هلا هلا. زين وبعدها سويتوا؟ بعدها رحنا للبيت اللي بالتجاوز اللي بيه البنات. انتم لو ابو البنات نعطيكم الفلوس الفديه اللي طلبتوهن تلقون صراح البنات؟ لا سيد. ليش؟ لان البنات يعرفون المتهم الموقوف وياي ابن عمي. يعني شفتوا انتم ناويين قتلهن؟ اي سيد. زين وبعدها سويتوا؟ بعدها رحنا للبيت، شفنا البنات ميتات، جبنا قواني خليناهم بالقواني. من جبنا قوانين ردنا نذبن على السدة، فلقينا الطرق مسددة، عفناهن بالبيت ورجعنا للبيت ننام. شلون القى القبض عليك؟ أنا نايم بالبيت، داهموني جهاز الأمن الوطني، والقوا القبض عليه.